مساكم الله بالخير. إن شاء الله اليوم بشرح لكم الـ ABG أو الـ Arterial Blood Gas. راح أشرح لكم الـ Compensation، وبعدها راح أشرح لكم اللي هي عن الـ Anion Gap، وبعدها الـ Corrected Bicarb، وبالأخير راح أحط لكم مراجع أو صور علشان تحفظها في الجوال وتراجع منها الكلام هذا. وعشان أكون صريح معكم، أنا أول ما تعلمت الـ Blood Gas تعلمتها عن طريق الحركة هذه. طبعاً سواء كنت أذاكر ولا كنت في اختبار، كنت أحط لي في مكان فاضي المربع هذا اللي فيه النورمال رينج للبلد غاز، اللي هو مثلا البي اتش 7.35 إلى 7.45، البي اي سي او 2 من 35 إلى 45، البايكار من 22 إلى 26، الانيون جاب 12. بعد ما أحط النورمال رينج، أنا أعرف أن البلد غاز بتكون إما طريقين، يا طريق الأسيد يا طريق الالكالوسيس، فلازم اجي علشان افهمها. كنت اجي احط مثلا فوق اللي هو من البي اتش، اذا كان اقل منها بتكون اسيد، اذا كانت اكثر من 7.45 بتكون بيس اللي هو معروف باسم الكالوسيس. نفس الحكايه في البي اي سي او 2، لا خلونا البي اي سي او 2، نفس الحكايه مع البايكارب، اذا كانت اقل من 22 اسيد، اذا كانت اكثر من 26 بتكون بيس. طيب نجي البي اي سي او 2 تكون عكس، اذا كانت اقل من 35 بتكون بيس، واذا كانت اكثر من 45 بتكون اسيد. الحين عرفنا ان عندي اسيد ولا بيس اللي هو الالكالوسيس. طيب بعد ما اسوي هذه الحركه علشان اوضحها لكم، حطيت لكم مثال. الحين المثال هو كالتالي، لاني حليته وحذفت سنابه. المثال هو البي اتش 7.22، البي اي سي او 2 55، البايكارب 35. أنا حسب القاعدة حقتي، إذا كان البي اتش أقل من 7.35 فبتكون أسيد، فهو 7.22 أسيد. البي اي سي او 2 أكثر من 45 55 فهو برضو أسيد. البايكارب اللي هو 35 أكثر من 26 فبيكون بيس اللي هو الكالوسيس. كذا أنا حليت تقريبا ربع الجواب، لأن لسه في خطوات كثيرة. طيب فحلينا تقريبا ربع الجواب. فمثل ما قلت لكم، أنا تقريبا حليت ربع الجواب. الحين أنا جاني AAB اللي هي أسيد أسيد بيس. الحين كيف أكتب اللي هي البلد غاز؟ أنا لازم أعرف أن البلد غاز لها مندوبين. مندوب الأول اللي هو respiratory مع البي اي سي او 2، والمندوب الثاني اللي هو الميتابوليك مع البايكارب. طيب يعني المندوب الأول respiratory مع البي اي سي او 2، والمندوب الثاني الميتابوليك مع البايكارب. الحين أجي لبلد غاز حقتي، بما أن عندي أسيد فأنا بكتب أسيدوسز. مين المندوب المرتبط مع البي اتش؟ أي واحد فيهم اللي هو الأسيد هذا، فبيكون respiratory acidosis. طيب الحين حنا عطينا basic interpretation اللي هو respiratory acidosis. أنا عرفت أن هذا blood gas هي عبارة عن respiratory acidosis. الحين لازم أجي أشوف الخطوة اللي بعدها اللي هي compensation. هل هي fully compensation، خلنا نكتبها هنا fully، ولا أنها partially، ولا أنها uncompensated؟ طيب اللي هي fully compensated، partially compensated، uncompensated. فمثل ما قلت لكم، الحين يكون عندنا fully compensated، partially compensated، uncompensated. علشان نفهمها، fully compensated أو متى أقول إنها fully compensated؟ إذا الـ pH رجع للnormal range، يعني ما بين 7.35 إلى 7.45 أقدر أقول إنه fully compensated. البارشلي كومبنسيتد إذا الـ pH مو في النورمال رينج، يعني طالع عن حدود الـ 35 والـ 45، 7.35 7.45، والـ BACO2 أو البايكارب مو في النورمال رينج، يعني هذولي واحد من المندوبين طالع عن حدود النورمال رينج. الأخير الـ uncompensated هو أن الـ pH not in normal range، بس البايكارب أو الـ BACO2 بيكون في النورمال رينج. مع المثال بتوضح. نفس المثال حقنا، البي اتش 7.22، البي اي سي او 2 55، البايكارب 35. احنا قلنا انها ريسبيراتوري اسيدوسيس، نبي نعرف هل هي فولي كومبنسيتد ولا بارشلي كومبنسيتد ولا انكومبنسيتد.
هل معقولة تكون fully compensated لأن البيئة 7.22؟ لا، لأن البيئة نت النورمال، فخلص cancel fully compensated. ممكن تكون يا partially أو ممكن تكون uncompensated. طيب نجي uncompensated، هل الحين خلص إن هذول الاثنين متشابهين ما راح ناظر فيهم، أروح لهذا 35، هل هو في النورمال رينج؟ لا، فمعناها ما هو uncompensated، فهو طلع من النورمال رينج، وصل 35، فمعناها هذه partially compensated respiratory acidosis. أكتبها كذا partially، معلش على الكتابة، compensated respiratory acidosis. كذا أنت أعطيت interpretation، معلش حطيت لكم هنا معادلة بس ما حبيت أني ألحس مخكم فحذفتها وحذفت سنابات. خلونا من الكلام اللي هنا، خلصنا اللي هو البارشلي كومبنسيتد، عرفنا إذا كانت البي اتش نت النورمال رينج بس أحد المندوبين اللي هو مثلا هذا، لأن الكلوسز عكس هذولي، راح يكون نت النورمال رينج، يعني طالع من نت طالع من النورمال رينج، فبتكون بارشلي. إذا كان pH راجع للنورمال رينج فبيكون هو عبارة عن fully compensated. إذا كان pH مو في النورمال رينج والمندوب هذا كان في النورمال رينج، يعني خلينا نقول هنا مثلا 24، فمعناها هي uncompensated، يعني هذا ما سوى شيء علشان يسوي compensation، فما تصير تصير اسمها uncompensated. هذه باختصار uncompensation، أنا حطيت مثال هنا وحذفته ما أبغى أصعبها. هنروح إلى المرحلة اللي بعد الكمبنسيشن. طيب الحين مثال سريع، pH 7.43، pH 22، البايكار 16. pH هي عبارة عن 7.43 وهنا 7.45، فلازم يكون عندي أساس اللي هو 7.40، وهنا لازم يكون عندي 40 اللي هو الأساس النورمال نورمال على قولتهم، وهنا عندي 24. طيب فهي مرتفعة عن الأربعين رايح لجهة البيس، فهي عبارة عن نورمال بيس. البي اي سي او 2 22 رايح إلى جهة البيس، البايكارب نازل فهو رايح إلى جهة الأسيد، فأنا عرفت أن هذه عبارة عن ريسبيراتري الكالوسيز. طيب الحين أبا أعرف الكمبنسيشن، هل البي اتش راجع إلى النورمال رينج؟ إيه نعم راجع إلى النورمال رينج، فبما أنه راجع إلى النورمال رينج أنا عرفت أنها خلاص هي عبارة عن فولي كمبنسيتد ريسبيراتري الكالوسيز. أدري الخط بس على السريع، لأني ببدأ في الأمثلة الباقية بعدين بدخل في الانيون جاب والكوركتد باي كارب. المثال الثاني البي اتش 7.20 اللي هو رايح إلى جهة الأسيد، أروح أشوف المندوبين، البي اي سي تو 35 عبارة عن رايح إلى جهة البيس فهو بيس، الباي كارب 12 رايح إلى جهة الأسيد فهي عبارة عن ميتابوليك أسيدوسيز. طيب الحين بعرف هل هي فولي كومبنسيتد ولا بارشلي ولا انكومبنسيتد، اروح الى المندوب هذا اللي بما انه هو مختلف عنهم، بما انك في 35 فهو في النورمال رينج ما بين 35 الى 45، فهو ما سوى شيء، فمعناها انكومبنسيتد ميتابوليك أسيدوسيز. الاخير 7.20، البي اس 255، البايكارب 12. طيب البي اتش رايح الى جهه الاسيد، البي اي سي او 2 ايضا رايح الى جهه الاسيد، البايكارب رايح الى جهه الاسيد، فاذا كانوا كلهم متحدين راح اقول باختصار ميكس ريسبيراتوري اند ميتابوليك اسيدوسيس. انا كذا غطيت جميع الكومبنسيشن وجميع الانتربريتيشن حقت بلد غاز. الحين نبغى ندخل في الانيون جاب وراح ندخل في الكوركتد بايكارب. طيب الانيون جاب يستخدم اذا كان المريض معه ميتابوليك، وين هذا اللي ما كتب، ميتابوليك اسيدوسيس، علشان تشوف هل
هو عبارة عن أنيون جاب ميتابوليك أسيدوسيس ولا نن أنيون جاب ميتابوليك أسيدوسيس. فهي بتبين لك الأنيون جاب المعادلة إذا كان المريض أنيون جاب ميتابوليك أسيدوسيس ولا نت أنيون جاب ميتابوليك أسيدوسيس، ومعادلته هي كالتالي: معليش، الأنيون جاب تساوي الصوديوم ناقص الكلورايد زائد البايكارب، صوديوم ناقص الكلورايد زائد البايكارب. والنورمال رينج للأنيون جاب هو من 8 إلى 12، وغالبا يأخذون 12. إذا كان أكثر من 12، حنا وش قلنا قبل شيء؟ قلنا أنها تكون أنيون جاب، أو خلنا نقول أنيون جاب ميتابوليك أسيدوسيس. إذا كانت أقل من 12 يعني مو مرتفع، فبتكون نان أنيون جاب ميتابوليك أسيدوسيس. الحين نوضح لكم المثال. المثال هو البي اتش 7.21، البي اس او 2.32، البايكارب 18، الصوديوم 145، كلورايد 99. اجي اسوي انتربتيشن عادية، ما راح انتبه الى هذول الاثنين، اجي اقول هذه عبارة عن اسيد، هذا عبارة عن تقريبا بيس، هذا عبارة عن اسيد، فهي ميتابوليك أسيدوسيس. نقدر نقول أنها تقريبا بارشلي كومبنسيتد ميتابوليك أسيدوسيس، بما أني عندي الصوديوم والكلورايد والبايكارب. الحين أجي أشوف أنا هذه خلاص ميتابوليك أسيدوسيس، أبى أشوف هل هي أنيون جاب ميتابوليك أسيدوسيس ولا نان أنيون جاب ميتابوليك أسيدوسيس. فأسوي المعادلة: 145 ناقص 99 زائد 18 يطلع لي دقيقة، فطلع عندي اللي هو 28. بما أنها أكثر من 12 اللي هو النورمال أنيون جاب، فهي عبارة عن أنيون جاب ميتابوليك أسيدوسيس. فبتكون بنروح نشوف الأسباب اللي تسببها الأنيون جاب ميتابوليك أسيدوسيس. في كثيرا هي مثلا اللاكتيك أسيد، أشياء كثيرة راح أحط لكم إياها بعدين، ونسوي لها فيكس علشان نحل مشكلة الميتابوليك أسيدوسيس حقة المريض. فالآن حنا عرفنا نقرأ الأنيون جاب، وعرفنا النورمال رينج إلى آخره. حنا نعرف في الحياة في المستشفى يعني المريض ما يجيك مثلا ميتابوليك أسيدوسيس ويكون مثلا مشكلته هذه وخلاص، يجيك ما شاء الله كأنك كندر سبرايز معبى مفاجآت. فحنا لازم نحسب حاجة اسمها الكوركتد بايكارب. وش تقول معادلة الكوركتد بايكارب؟ الكوركتد بايكارب هي عبارة عن الميجرد أنيون جاب ناقص النورمال أنيون جاب، هذا نسكر القوس، زائد الميجرد بايكارب حق المريض. طيب أنا عندي الميجرد أنيون جاب 28 ناقص النورمال رينج اللي هو عندنا حطيناه 12، زائد كم كان البايكارب لهذه البلد جاز اللي هو 18، ويساوي، خلوني أحسبها وأرجع أحط لكم. فطلع الكوركتد بايكارب 34. طبعا أنا عارف هذا الكوركتد بايكارب، هذا المفروض اللي يكون البايكارب عليه. فبعد ما تطلع الكوركتد بايكارب، أنت لازم تعرف أن عندك نورمال رينج. إذا كان ما بين 22 إلى 26 البايكارب، فبيكون عبارة عن بيور أنيون جاب وذ ميتابوليك أسيدوسيس. إذا كان أكثر من 26 اللي هو هذا، هو عبارة عن أنيون جاب ميتابوليك أسيدوسيس مع ميتابوليك الكالوسيس. إذا كان أقل من 22 فهو عبارة عن أنيون جاب ميتابوليك أسيدوسيس مع نن أنيون جاب ميتابوليك أسيدوسيس. أدري الحين بديت تضيعون، فبحط لكم مثال بدون هالشرح هذا، راح نعطيكم اللي هي جميع الأجوبة له. فبسم الله، جتنا بلد جاز 7.19 32 15 اللي هو البايكار. أجي أقول هذه عبارة عن أسيد، هذه عبارة عن بيس، هذه عبارة عن أسيد، فهي عبارة عن ميتابوليك أسيدوسيس. طيب
هل هي فولي ولا بارشلي؟ هي عبارة عن بارشلي كومبنسيتد. أنا هذه خلصت الخطوة الأولى. الخطوة الثانية أجي أشوف بما أنها ميتابوليك أسيدوسز أشوف الأنيون جاب. الأنيون جاب إيش يقول؟ الأنيون جاب عبارة عن هذا اللي هو الصوديوم ناقص الكلورايد زائد البايكار، 140 ناقص 92 زائد 15 وتساوي، فهي عبارة عن 33. بما أنها أكثر من 12 اللي هو النورمال رينج حق الأنيون جاب، فهي هذه عبارة عن أنيون جاب ميتابوليك أسيدوسيس. الخطوة اللي بعدها خلاص حنا حلنا الخطوة الثانية. الخطوة اللي بعدها اللي هي نشوف الكوركتد باي كارب. الكوركتد باي كارب يساوي الميجرد أنيون جاب ناقص الكالكوليتد أو عفوا النورمال أنيون جاب زائد الميجرد باي كارب، وهي عبارة عن هالمرة حسبتها 33 ناقص 12 زائد الميجرد اللي هو 15 ويساوي كم؟ 36. طيب 36 اللي هو البايكارب حق المريض، فمعناها ان البايكارب هذا بما انه اكثر من 26 فبيكون ايش؟ ميتابوليك الكالوسيس. فالمريض مع انيون جاب ميتابوليك اسيدوسيس زائد ميتابوليك الكالوسيس بسبب ان البايكارب اكثر من 26. وبكذا يعني انت خلاص على قولتهم سويت انتربتيشن كامله للبلد جاز. اتمنى ان الشرح كان جدا بسيط وميسر. بأكتب المعادلات، يعني بكون مرتب خطي شوي، بكتب لكم المعادلات أو بخليها في الكمبيوتر وأنشرها لكم بحيث أنكم تستفيدون منها. أي أحد عنده سؤال أو استفسار يتفضل، الخاص مفتوح. طيب علشان نوضح النقطة الأخيرة لما قلت لكم في الأنيون جاب وكذا، أول شيء هذا الملخص سويته، حطيت لكم النورمال رينج، بعدين حطيت لكم compensation، بعدين حطيت لكم في الميتابوليك أسيدوسيس you should do the following anion gap corrected by carb. بعدين أنا أول يوم قلت لكم أسباب الميتابوليك أسيدوسيس، طبعا عندك الميتابوليك أسيدوسيس نوعين، anion gap metabolic acidosis non anion gap metabolic acidosis، فهذه أحد أسباب anion gap metabolic acidosis وهذه أحد أسباب anion gap عفوا non anion gap metabolic acidosis. الدكتور يحاول يحل هذه المشكلة، بس إذا كان مع ميكس مثلا أنيون جاب ميتابوليك أسيدوسيس مع ميتابوليك الكالوسيس، فهذه هي الأسباب اللي تسببها، فيحاول الدكتور يحل هذه المشكلة مع هذه المشكلة. خليتها لكم كلها بصفحة واحدة عشان تكون واضحة لكم.